السلام عليكم. ازاي تتأكد انك موهوب في التمثيل ولا لا؟ السؤال اللي الناس كتير قوي 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 سألته. انا شخصيا حاسس ومقتنع ان اي حد في الدنيا يقدر يمثل طالما ده عنده شغال كويس، وطالما هو عنده الشغف وعنده الحماس ان هو عايز يعمل ده وعايز يتطور. طيب ازاي برضو الواحد يتأكد اذا كان موهوب في التمثيل ولا لا؟ اولا انك لما تبص او تتفرج على حد بيمثل او بيعمل حاجه ليها علاقه بالتمثيل، انت بتبقى حاسس ان انت عايز تبقى مكانه، انت بتبقى حاسس ان في كده احساس غريب. ثانيا انك بتسعى وما بتيأس للموضوع ده. ازاي برضو اكتر يعني يوضح اكتر ازاي اتاكد ان انا موهوب ولا لا؟ انك تروح تجرب تجربة. التجربة من الحاجات المهمة قوي. خش في فرقة هواة، خش في مع ناس بتعمل فيديوهات، وابدأ خد آراء الناس اللي انت بتثق فيها، الناس اللي انت بتثق فيها جدا، مش اي حد وخلاص. لو لقيت ناس كتير من اللي انت بتثق فيها بدأت تقولك كمل، انت موهوب، انت كويس، حاجة من النوعية دي، يبقى انت كده بدأت نسبة ان انت فيه نسبة ان انت كويس. ثانيا تبدأ تاخد رأي الناس مهم، يعني ناس فاهمة في المجال. خلاص يعني انت خد رأي الاول، انت الاول حسيت ان انت في شغف وحسيت ان انت نفسك تبقى في المكانة دي، ادخل مع فريق هواة او ادخل مع حد بيصور او يعمل او انت صور في البيت اي فيديو. ابدأ بعد كده خد رأي ناس بتثق فيها، العدد اكبر من الناس اللي انت بتثق فيها قالك كويس كمل انت موهوب كده، ابدأ خد رأي حد في المجال مهم، يعني او حد فاهم في المجال. لو تمام هنا انت كده على يبقى بدأت اللي انت فعلا عندك الموهبة، بدأت اللي انت تبقى ان انت خلاص تتأكد ان انت تبقى كويس. طيب بعد ما يعني الواحد اتأكد ان هو كويس خلاص، لا خد بقى ورش بقى واشتغل، وابدأ دايما باستمرار ان انت ما توقفش. باستمرار اشتغل مسرح، باستمرار اشتغل ورش، باستمرار ابدأ بقى لف على المكاتب، ابدأ بقى روح اعمل جنرال، روح اعمل اوديشن، ما توقفش. طيب هل لو في حد مش موهوب كده هو خلاص ولا يقدر ان هو يشتغل على نفسه؟ لا، يقدر ان هو يشتغل على نفسه زي ما قلت في الاول، ان انا من رأيي اي حد يقدر يمثل طالما ده عنده شغال، وطالما الشغف عنده الشغف وعنده القابلية لده. فحتى انت سواء لو انت مش موهوب يعني تقدر ان انت بالشغل الكتير والخبرة وانك ما تيأس والصبر والسعي الكتير تقدر تبقى موهوب، بل ممكن تفوق اللي كان موهوب اصلا، يعني ممكن تفوق في ممكن تفوق حد كان موهوب بس هو ما بيشتغلش على نفسه، بس انت اشتغلت على نفسك فتقدر تفوق. فما تيأس سواء موهوب او مش موهوب، تسعى وتشتغل والصبر ثم الصبر ثم الصبر. اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن، واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. السلام عليكم.